المؤمن الحق يا أيها الأحبة كالشجرة المثمرة، كلما رجمت بالحجارة أسقطت ثمرا طيبا، فيا له من قمة ويا لها من مثل. ها هو يهودي معه كلب، واليهود لطالما استفزوا المسلمين يريدون أن يوقعوهم في شركهم. يمر على إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله ذلكم المؤمن فيقول له: ألحيتك يا إبراهيم أطهر من ذنب هذا الكلب أم ذنب الكلب أطهر من لحيتك؟ فما كان منه إلا أن قال بهدوء المؤمن الواثق بموعود الله عز وجل: إن كانت في الجنة لهي أطهر من ذنب كلبك، وإن كانت في النار لذنب كلبك أطهر منها. فما ملك هذا اليهودي إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.